السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4G وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد يا ولاد نص جديد، النص باسم أحب أن أكون. أحب أن أكون للشاعر أحمد سويدة. للشاعر أحمد سويدة. طبعا احنا في الدروس السابقة تعرفنا على التلميذ مروان. مروان هو تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، كما أنتم في الصف الرابع، تمام؟ مروان له أمنيات وأحلام يتمنى أن يحققها في مستقبل حياته، خلاص؟ وخلي بالكم يا أولاد، لكل إنسان هدف معين بيسعى إليه. لكي يحقق هذا الهدف لابد له من الجد والاجتهاد. فطبعا احنا عارفين محدش هيوصل للنجاح بدون تعب ومشقة، صح ولا لا؟ صح. فهنتعرف دلوقتي على مروان، ماذا يتمنى مروان ان يصبح في مستقبل حياته. النص بتاعنا باسم احب ان اكون للشاعر احمد سويدة، تمام؟ احب ان اكون مهندسا امين. احب ان اكون البيوت، هيهيئ البيوت، خلاص؟ ويرسم البيوت، هيخطط البيوت بإيه؟ بالعلم والفنون، بعلمه وفنه هو هيخطط البيوت وهيرسم الشوارع. طبعًا لما هيخطط البيوت ويرسم الشوارع يا ولاد ويبني المباني، خلاص؟ يبني المباني والمصانع والمستشفيات والمدارس، هيخططها بإيه؟ هيبقى معتمد على العلم والفنون، خلاص؟ معتمدًا على الإيه؟ هيرسم الشوارع للناس المارين في الطرقات، للناس الايه؟ العابرين. الأمنية الثانية التي يتمناها مروان، مروان يتمنى أن يكون محررا. ما معنى محررا؟ كاتبا صحفيا. عندما يكتب في الصحف والجرائد هيكتب بالايه؟ هيكتب بالصدق، خلاص؟ يتمنى مروان أن يكون محررا قريب. هيكون محرر كاتب صحفي ويتصف بصفة الذكاء، قريب يعني ذكي، خلاص؟ محررا قريب. وعندما يكتب في السياسة هيكتب في شؤون الدولة وما يخص الدولة. عندما يكتب في شؤون الدولة أيضا، أو عندما يكتب في السياسة، أو يكتب في الأدب، سواء الأدب، أنا عندي نوعين من الأدب، أدب الأدب الجميل من القول، شعرا أم نثرا، شعرا أو نثرا. طبعا الأشعار احنا بناخدها في برايمر 4 دلوقتي. مروان بقى عندما يكتب في الصحف أو الجرائد هيكتب بالإيه؟ بالسر. عندما يتحدث هيتحدث بالسر، خلاص؟ لأن إيه؟ الذي يتصف بالسر في أقواله، في كلامه، زي ما احنا عندنا أسبوع، الأسبوع عندنا باسم إيه؟ التحدث بالسر. كلنا لما نيجي نتحدث لابد أن نتحدث بالإيه؟ بالسر، لأن التحدث بالسر أغلى من كنوز الدنيا، أغلى من الذهب، خلاص؟ خلوا بالكم يا ولاد، أنا عندي في الأبيات في نوعين أو في بيتين من التعبيرات الجميلة. البيت الأول اللي هو التعبير الجميل، عندما تحدثت عن محررا قريب، تعبير جميل يدل على براعة الصحفي وذكائه. لابد أن الصحفي يتصف بصفة الإيه؟ الذكاء والصدق في الحديث. والتعبير الجميل الثاني، الصدق في حديثي أغلى من
الذهب تعبير جميل يدل على ان التحدث بالسر اغلى، او التحدث بالسر، وان احنا لازم لابد ان نتمسك بالمبدا، خلاص، وان التحدث بالسر والمبدا اغلى من كنوز الايه، من كنوز الدنيا، خلاص. دلوقتي يلا كلنا نردد النشيد مع بعض يا اولاد. نشيد احب ان اكون من اجل الوصول الى هدف معين في مستقبل حياتنا، تمام؟ هنتعرف على الطالب الاول. ماذا يتمنى الطالب حمزه؟ ماذا تتمنى حمزه في مستقبل حياتك؟ اتمنى ان اكون مهندسه امين مثل مروان وخطط الدروب. احسنت يا حمزه، اتفضل. تعالي يا اروى، اتفضلي. ماذا تتمنى أروى في مستقبل حياتها؟ أتمنى أن أكون طبيبة بشرية أتخصص في قسم الأطفال لكي أسعد بفضل الله في علاج الأطفال الصغار وأرجع لهم ابتسامتهم وضحكتهم لآبائهم وساعد الفقراء الذين لا يقدر على شراء. ماذا تتمنى عمر في مستقبل حياتك؟ وأيضا الطالب محمد. أحب أن أكون طبيبا من الجراحات العامة مثل الدكتور أحمد. ماذا تتمني لارا في مستقبل حياتك؟ ماذا تتمني يا لارا في مستقبل حياتك؟ أحب أن أكون مستقبلا كي أساعد الفقراء والمساكين، وعلشان أحب هذه المهنة سوف أعمل عمليات مجانا، وأريد أن أنصح كل من يحب أن يكون دكتور أو دكتورة أن يساعد الفقراء والعمل عبادي. الطالبة سهيلة، ماذا تتمنى سهيلة؟ أحب سهيلة أو تحب سهيلة أن تكون مذيعة ذكية. أحسنتي، تفضلي. أحب أن أكون طبيبة صيدلة وأعالج الناس بالأدوية المفيدة التي تشفي المرضى بعد الله سبحانه وتعالى. أحب أن أكون دكتور أسنان لأعالج أسنان الناس، لأن ألم الأسنان شديد جدا. لان انت يعني بتعاني من الام الاسنان. انت بتعاني من الام الاسنان. احسنتي. وعالج اسنان الناس، لان انا من الاسنان بسبب التسوس. دكتوره صيدليه. صوت عادي. احب ان اكون دكتوره صيدليه. احب ان اكون دكتوره صيدليه. احب ان اكون دكتوره. أحب أن أكون طبيبا معالجا للأطفال الذين يحتاجون إلى الشفاء. صح. أحب أن أكون طبيبا معالجا للأطفال الذين يحتاجون إلى الشفاء. أحب أن أكون طبيبا معالجا للأطفال الذين يحتاجون إلى الشفاء.
تحركات المنازل والشوارع والملاعب. أنا الطالب أحب أن أكون لاعبا لأن هذه الوقت أريد أن أصبح مستقبلا مثل مصر. أنا الطالبة أحب أن أكون في مستقبل حياتي معلمة اللغة العربية مثل معلمتي مريم، أعلم الأطفال وأبناء الحب والحنان وحق للأطفال أن يتعلموا.